بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات البحتة للصف الثاني الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في المراجعة العامة على منهج الرياضيات البحتة للصف الثاني الثانوي القسم العلمي. حلينا النموذج الأول من المراجعات، وإن شاء الله هنبدأ النهاردة النموذج الثاني الجزء الأول بإذن الله. وزي ما بأكد بس في عملية المراجعة، إحنا بنحل أسئلة، فأنا كل سؤال أنا بحله لازم تحله بعد مباشرة، توقف الفيديو وتحله، ما تتنقلش من سؤال إلى سؤال إلا لما تتأكد إن أنت فاهم الجزئية الخاصة بهذا السؤال. نبدأ كده على بركة الله. بيقول لي أجب عن الأسئلة الآتية. بيقول لي إذا كان دال ألف إلى ب، حيث ألف تساوي واحد واثنين وثلاثة، ودال سين تساوي اثنين سين زائد الواحد، فإن به يعني المدى، يبقى أنا بعوض، بجيب الدال واحد، أدي الدال واحد هيساوي، عوض بالواحد هنا هيديني كام؟ التلاتة. دال اثنين عوض بالاثنين هنا هيديني خمسة. دال أربعة عوض بالأربعة، أربعة في اتنين بتمانية وواحد تسعة، يبقى ده المدى بتاعي، تلاتة وخمسة وتسعة هتبقى مجموعة تلاتة وخمسة وتسعة، الإجابة رقم جيم. سؤال طبعا سهل جدا. بقول لي الدالة الزوجية من بين الدوال الآتية. أنا عندي شوية مفاهيم برضو حبيت إن أنا إيه، إن أنت تحطهم في حسبانك بشكل إيه، بشكل مباشر. ان الدال سين، دال سين تساوي سين، دي دالة ايه؟ دالة فردية، دالة فردية. انا لو عوضت بالسين وعوضت بالسالب سين هنلاقي السين تساوي سالب دال سين تساوي سالب دال سين، دال سالب سين. معايا؟ طيب. والجاسين، دالة الجاسين، الدال سين جاسين دايما دالة فردية ايضا، دال جاسين جاسين دالة فردية. الجاسين ومعكوسة اللي هو القتاسين والظاسين والظتاسين دوال فردية كلها، مفيش في الدوال المثلثية دوال زوجية غير الجتا ومعكوسة اللي هو القا، يبقى الجتا والقا دوال زوجية وبقية الدوال المثلثية دوال فردية. أنا عندي بقى لما أجمع دالتين زوجيتين أو أضرب دالتين زوجيتين أو أقسم دالتين زوجيتين بيديني دالة زوجية، يبقى أجمع أو أطرح دالتين زوجيتين، أضرب دالتين زوجيتين، أقسم دالتين زوجيتين، الناتج هيديني دالة زوجية. لو أنا ضربت دالتين فرديتين أو قسمت دالتين فرديتين بيبقى الناتج دالة زوجية، يبقى دي دالة زوجية زوجية زوجية، الضرب والقسمة للفردي و الزوجي بيدينا زوجية زوجية على طول. معايا؟ طيب لو انا جمعت دالتين فرديتين بيديني دالة فردية، جمعت او طرحت دالتين فرديتين بيديني دالة فردية. هنا بس الاشكالية، لو ضربت دالة زوجية مع فردية وقسمت دالة زوجية مع فردية بيديني ايه؟ بيديني فردية. نبدأ بقى نطبق القاعدتين دي على كل مسألة من هذه المسائل. هنا دالة فردية مضروبة في دالة فردية أخرى، فردية فردية بيدينا زوجية، يبقى دي دالة زوجية. طيب هنا الدال سين بتساوي ظا سين، ظا سين يبقى دي دالة فردية. هنا دالة فردية وزائد دالة فردية بيديني دالة فردية. طيب هنا دالة فردية ودالة زوجية مقسومين على بعض بيديني دالة فردية، يبقى الدالة الزوجية الوحيدة اللي عندي اللي هي الإجابة رقم ألف. يا ريت تراجع الايه المعلومتين دول في منتهى الأهمية، يعني لو جاب لك حاجة زي كده لو انت مش عارف المعلومات دي مش تعرف تحل المسألة بشكل جيد، إلا لو تعوض بقى بالايه بكل سين بسالب سين. ناخد سؤال كمان. بيقول إذا كان دال سين تساوي خمسة سين، دال سالب واحد للاتنين، دال سالب واحد للاتنين يعني ايه؟ يعني انا عايز الدال سالب واحد من الدالة ديت، يبقى عشان اجيب الدالة العكسية لهذه الدالة يبقى انا اقول له الصاد
تساوي 5 س. انا عايز الس في الطرف هنا، يبقى الس بتساوي ايه؟ ايوه 1 على 5 ص. دي اصبحت الداله العكسيه، ما بخليهاش بالشكل كده، بخليها بقى عباره عن ايه؟ هتبقى د ناقص 1 س، د ناقص 1 للس هتساوي ايه؟ هتساوي 5 س. يبقى دي الداله العكسيه للداله المعطاديه. طيب نعوض بقى بالايه؟ بالاثنين هنا، يبقى يديني 2 على 5 زائد، لما اعوض بالثلاثة يديني 3 على 5، لما اجمع دي ده يديني 5 على 5 يديني كام؟ 1. الاجابه رقم ب. طيب ناخد مثال كمان، بيقول لي اذا كانت الداله د حيث د س تساوي 1 على س. انا حابب بس ايه افهمك ازاي هذه الداله اللي هي 1 على س بتترسم عشان تتخيلها بس. يعني ادي الداله هي، لو انا اخدت الداله دي بتبقى عباره عن ايه؟ متماثله حول نقطه الاصل، بتبقى الداله بهذه الصوره، بتبقى بهذا الشكل ومتماثله حول نقطه الاصل، يبقى بنسميها النقطه 0 و0، دي نقطه التماثل لهذه الداله. هنا لو انا عوضت بقى بكل س بس زائد الواحد، يبقى الدال س او الر س هتصبح ايه؟ 1 على الس زائد الواحد. هنا حصل الس هنا اضيف لها شيء، مش المقدار كله اضيف لها شيء، لا الس هي اللي اضيفت لها شيء، يبقى دي حركه او ازاحه على محور السينات. اجيبها ازاي الازاحه على محور السينات؟ اقول س زائد الواحد تساوي صفر، يبقى الس تساوي سالب 1، يبقى الدالة دي اتحركت هنا عند السالب 1، هي أصبحت إيه؟ الصفر وسالب 1، هي أصبحت نقطة التماثل للدالة الجديدة، نقطة التماثل للدالة الجديدة. يعني هتترسم إزاي؟ خليني أرسمها لك. يبقى أنا عندي آدي الدالة هي، وآدي عندي السالب 1 بقى هي نقطة التماثل، آدي السالب 1 أهوت، خلينا آدي السالب 1. باخد خط عمودي وادي الخط الافقي، وتصبح الداله بهذه زي الشكل اللي فات بالظبط، بس هنا نقطه التماثل هنا هتصبح بهذه الصوره. يبقى المدى بتاعي ايه بقى؟ نفسها ديت ما عدا ايه؟ هنا كان المدى بتاع الداله ديت الحاء ناقص الصفر. طب ما هي ما غيرتش اي حاجه، انا اتغير اللي عندي المجال فقط، يعني اتزحزحت فقط، يعني حتى المجال ما اتغيرش برضه. يبقى المدى هيصبح ايه؟ ايوه يبقى المدى هيصبح الحاء ناقص الصفر ايضا، يبقى الحاء ناقص الصفر ايضا. المدى اللي هو على المحور الرأسي، كل الدالة بتتحرك على الايه؟ على المحور الرأسي، ما عدا عند النقطة صفر ايضا مش معانا. تمام. ناخد مثال كمان، بيقول لي د س تساوي س تربيع زائد 6 وه س تساوي 3 س، فإن ه تركيب الدال 3، يبقى أنا بركب اللي جوه الأول، يبقى ده يساوي ه دال 3، يبقى أنا بشيل في الدال س كل س وأحط 3، يبقى 9 زائد هيديني 15، ه 15 أعوض في اله س، يبقى 3 في 15 يساوي كام؟ يساوي 45. الإجابة رقم ج. ناخد مثال كمان، بيقول إذا كانت 4 أس س في 3 أس ص يساوي 3، وهنا 4 أس ص في 3 أس س يساوي 48، هو عايز س زائد الص. هنا في المسائل اللي زي ديت بحولها إلى لوغاريتمات أفضل حاجة، أفضل شيء عندي، يبقى أنا أحول كده اللوغاريتمات، يبقى إيه؟ بأخذ اللوغاريتم للطرفين، ناخد هنا اللوغاريتم هيبقى لو 4 أس س في 3 أس ص تساوي لو 3، مظبوط. هنا لو 2 لو مضروبين في بعض، يبقى انا اجمعهم على بعض، يبقى لو 4 اس س زائد لو 3 اس ص تساوي لو 3. لما يبقى في اس بنزله، يبقى س لو 4 زائد ص لو 3 بتساوي لو 3.
مظبوط، نخليها دي رقم واحد، ننفذ نفس الحركة هنا، هيديني ايه بقى في النهاية؟ يديني ص لو 4 زائد س لو 3 يساوي ايه؟ لو كام؟ لو 48، ما غيرتش فيها حاجة. طيب ما انا ممكن اجمع واحد واتنين مع بعض، لو انا جمعتهم هنا، لو انا خدت السين عامل مشترك يبقى يدينا ايه؟ اجمع السين مع صاد، في لو 3 خد اللو 3 عامل مشترك يبقى يديني السين زائد الصاد لو 3 زائد سين زائد الصاد لو كام؟ لو 4 يساوي لو 48 زائد لو 3. هو عايز السين زائد الصاد، يبقى ادي السين زائد الصاد يساوي لو 48، دول اتنين لو مجموعين على بعض، يبقى انا ممكن اقول ايه؟ 48 في 3 على هنا برضو نفس الفكرة، هيبقى لو 3 زائد لو 4 يعني هيديني كام؟ لو 12. طيب اتنين مقسومين على بعض، اتنين مقسومين على بعض يبقى بطرحهم، يبقى نشوف بس كده الايه؟ الآلة الحاسبة، يعني هيديني 48 في 3 ناقص 12 هيساوي كام؟ لا، 48 في 3 ناقص ال 12 هيساوي كام؟ 132، يعني السين زائد الصاد هيدينا لو 132، نحسبها بقى بالآلة الحاسبة على طول، لو 132، يبقى دي 132 اجيب لها اللوجاريتم لوج واحط الانصر واقفل يساوي 2.1، لو حبيت اقربها يديني كام؟ 2 يا ولد، يبقى يديني 2 الاجابه رقم ب. ناخد مثال كمان، بيقول لي دال 2 تساوي 5 ودال ناقص 1 للتلاتة يساوي 6. دال 2 يساوي 5، يبقى دال ناقص 1 للخمسة يساوي 2، يبقى هنا ده 2 اهوت، زائد دال 6، طب ما انا عندي الدال 6 يساوي 3، يبقى يساوي 3، دال 6 هنا دي الدال ناقص الواحد، طيب انا عايز يبقى دال 6 يساوي 3، طب وهنا دال ناقص الواحد للخمسة يساوي 2، دال عكسية على طول، يبقى 2 زائد 3 يدينا 5، يبقى الإجابة رقم ب. ناخد مثال كمان، خلاص بيقول لي هذا الشكل يمثل الدالة، الدالة دي انا مع يعني في الرياضيات ما تحاولش تتفلسف، يعني دايما ما تحاولش، خد الطريقة الاسهل اللي تحل لك بسهولة يعني. طيب انا هنا عندي ايه؟ انا عندي النقطة هنا 0 و0، يعني النقطة دي معرفة على المنحنى، يعني معرفة على الدالة، يبقى انا عندي الصاد تساوي 0 لما السين تساوي 0، اعوض هنا بالسين تساوي 0، لو اعطاني الصاد تساوي 0 يبقى هي دي وخلصنا، ما اقعدش اتفلسف في اي حاجه من الاشياء اللي زي كده معايا. طيب نعوض بقى هنا بالسين بصفر هيديني ايه؟ لو 9 سالب 1 ما اعطانيش بصفر يبقى دي غلط. طيب هنا السين بصفر اعطاني لو 1 بصفر يبقى هي الاجابه ديت على طول، انت مش محتاجة ايه؟ هنا لو الصفر لو التسعة بصفر زائد الواحد هنا يبقى مش هيديني صفر، هنا لو مش هيديني الصفر، يبقى الإجابة رقم ايه؟ الإجابة رقم بقى. أحاول إن أنا يعني ما تفلسفش في حل الرياضيات. طيب ناخد مثال كمان، بيقول إذا كان لو س للأساس 2 يساوي تلت، طيب ما نقدر أجيب منها السين ديت؟ ادي الاساس يبقى 2 اس تلت يساوي السين، انا جبت هنا السين ب 2 اس تلت، طيب انا محتاج سين تكعيب، يبقى سين تكعيب 2 اس تلت في كام؟ في 3، لما يضربوا في بعض هيديني الاثنين، يبقى السين تكعيب بالاثنين، اعوض بقى بالتعويض يبقى لو 8 سين تكعيب للاساس 2 ده يساوي لو 8 سين تكعيب بكام؟ ب 2 للاساس 2، يعني هيديني تم 2 اس كام ديت؟ يعني انا ال 8 ديت 2 اس 3 يعني هيديني 2 اس 4 للاساس 2، انزل يبقى 4 لو 2 للاساس 2، لو 2 للاساس 2 ب 1 يعني هيديني كام؟ 4، يبقى الاجابه رقم د.
طيب ناخد مثال كمان، بيقول لي 3 أس س زائد الواحد يساوي السين أس س زائد الايه؟ السين أس س زائد الواحد. معايا؟ أنا عندي إيه؟ لما الأس بيساوي الأس عندي 3 حالات. عندي منهم حالة عامة، الحالة العامة إيه؟ إن دايماً الأس بيساوي الصفر، يبقى أنا هتقول له إما السين زائد الواحد تساوي الصفر، يعني السين هتساوي سالب 1. دي هتبقى رقم 1. أو لو كان الأس فردي يبقى الألف يساوي الباء، يعني الأساس يساوي الأساس. لو كان الأس زوجي يبقى الأساس يساوي موجب أو سالب الأساس الآخر. أنا دايما بشوف الحلول هنا، إيه الحلول اللي عندي هنا؟ يبقى أنا مش هتقدر تقول له بقى إن لو الأس لو السين ما السين زائد الواحد دي ما أنتش هتعرفها فردية ولا زوجية. ممكن تصبح زوجي لو السين فردي، يعني 5 مثلا أضفت لها 1 هتصبح 6 وتصبح زوجي وهكذا. خلاص يبقى أنا أقول له إما السين تساوي السالب 1 أو السين تساوي 3، يعني الإجابة رقم د. ماشي كده واضحة؟ بيقول إذا كان ألف أس نون يساوي ألف أس ميم والميم يساوي النون، فإن ألف دي على طول وأنت مغمض دايما الألف هنا هي موجودة هي الألف، خلينا نمسحها لك هنا عشان تشوفها. لو الألف أس نون يساوي الألف أس ميم يساوي الألف أس نون، دايما الإيه؟ الألف والباء بينتموا للحاء ناقص السالب 1 والصفر والواحد على طول وأنت مضمض، وأنت مضمض الأساس على طول. يبقى هنا هتقول له إيه؟ الألف بينتمي للفترة حاء ناقص الواحد والسالب 1 والصفر، اللي هي الإجابة رقم ج. الإجابة رقم ج. د س تساوي 2 أ أس س، دايما أنا عندي إيه؟ أنا عندي د س تساوي أ أس س. الألف لازم تكون إيه؟ أكبر من الصفر وأقل من الواحد عشان تبقى تناقصية، عشان تبقى دالة تناقصية لازم الألف أكبر من الصفر وأقل من الواحد. الألف اللي هو داخل القوس اللي هو الأساس، يبقى أنا عندي مش أنا ما عنديش ألف بس، أنا عندي 2 ألف، يبقى 2 ألف لازم يبقى أكبر من الصفر وأقل من الواحد، هنا أقل من الواحد. خلاص أنا أقسم على الاثنين يبقى الألف أكبر من الصفر وأقل من الإيه؟ من النص. الإجابة رقم د. تاني أنا عندي في الدالة الأسية الأساس لازم لو أنا محتاجة دالة تناقصية يبقى الأساس أكبر من الصفر وأقل من الواحد. طيب أنا الأساس عندي 2 ألف، هنا أحط 2 يبقى أقسم على الاثنين، يبقى أقسم على الاثنين هنا وأقسم على الاثنين هنا وأقسم على الاثنين هنا، الاثنين مع الاثنين يبقى الألف أكبر صفر على الاثنين بصفر وواحد على الاثنين بنص، يبقى الألف أكبر من الصفر وأقل من النص. طيب ناخد مثال كمان، بيقول لي أي 1 على لو 12 للأساس 2 زائد 1 على لو 12 للأساس 8 زائد 1 على لو 12 للأساس 9. أنا عندي قاعدة مهمة جدا جدا، بتقول لي إيه القاعدة؟ بتقول لي أن لو س للأساس ص دي بتساوي 1 على لو ص للأساس س. طيب ما نقدر ننفذ ليه بنستخدم كده؟ أنا شايف دي 12 ودي 12 ودي 12، فلو بقت أساسها هتبقى جميلة جدا وهنبدأ نظبط الدنيا، الأساسات المختلفة هي اللي بتلخبط الدنيا. طيب لما بقى أقسم بقى دي يبقى أدينا 1 على لو 2 للأساس 12، 12 مقام، المقام يصبح بسط، هتصبح لو 2 للأساس 12 زائد لو 8 للأساس 12 زائد لو 9 للأساس 12. عندي مجموعة لو مجموعة على بعض يبقى هي تصبح مضروبة، يبقى لو 12 نضرب الاثنين في 8 في 9، نشوف الاثنين في 8 في 9 اديني 144، يعني لو 12 ال 144 ممكن اعملها 12 أس 2 أس انزله تحت، يعني اديني 2 لو 12 للأساس 12 دي بواحد، يبقى القيمة تصبح 2. الإجابة رقم ب. ناخد مثال كمان، بيقول لي لو س للأساس 3 زائد لو
سين تربيع للأساس 3 يساوي 3، فإن سين تساوي، أنا ممكن أنزل بقى دي سهلة جدا، لو سين للأساس 3 زائد دي 2، ممكن أعملها 2 لو سين للأساس 3، دي هتصبح كام؟ 3 لو سين للأساس 3. خلاص؟ دي بيساوي كام؟ قال لي بيساوي التلاتة، ده بيساوي التلاتة. أي يبقى 3 لو سين للأساس 3 بيساوي التلاتة، يبقى ديت راحت مع ديت، يبقى أنا عندي 3 هنا أصبح 1، يعني يبقى 3 أس 1 يساوي السين، يعني السين بتساوي كام؟ بتساوي التلاتة. الإجابة رقم ج. ناخد مثال كمان، بيقول لي إذا كان د من سالب 2 و3 الفترة بتاعتي الحا، فإن د س تساوي 3 س زائد الاثنين. لا، لما أحب أجيب المدى بجيب بداية الفترة ونهاية الفترة، وهتبقى هي نفسها فترة مطلقة أيضا. يبقى أنا هنا د سالب 2 ده بيساوي إيه؟ سالب 6 يعني هيديني سالب 4، وأجيب د الثلاثة هيديني 9 زائد الاثنين هيديني كام؟ 11. يبقى المدى بتاعي ده بيساوي إيه؟ هيساوي الفترة المغلقة سالب 4 و11، يبقى الفترة المغلقة سالب 4 و11. الإجابة رقم أ. خد مثال كمان، واللي دالة مجالها ح، دال دالة فردية، يعني إيه دالة فردية؟ يبقى أنا عندي دال سالب أ بتساوي سالب د أ، دال أ يبقى أو دال أ بتساوي سالب د سالب أ، دي أو دي، يبقى أنا أشيل كل إيه؟ كل د سالب أ د سالب أ وأحط سالب د أ، يعني هيديني هنا سالب 7 د أ زائد 3 د أ، أخليها كلها د أ على سالب 2 د أ، دي عشان دالة فردية، يبقى هيديني كام؟ سالب 4 د أ على سالب 2 د أ، د أ مع د أ والسالب مع السالب 4 الاثنين هيدينا الاثنين. الإجابة رقم د. ناخد سؤال كمان، بيقول إذا كان س أكبر من 5، هنا المقياس ده ممكن أعمله إيه؟ س ناقص 5، ممتاز جدا، هي 5 ناقص س زائد س زائد 5، مظبوط، ده بيساوي هنا س أكبر من 5، يعني ايه؟ يعني القيمة دي هتبقى موجبة دائما، يبقى هي نفسها، يبقى س ناقص 5. طيب ما دي س أكبر من 5، يبقى القيمة دي موجبة أصلا فهتبقى موجبة، يعني لما أقول لك مقياس الخمسة بيساوي ايه؟ الخمسة. طب مقياس السالب 5 بيساوي الخمسة أيضا، معايا؟ يبقى زائد س زائد الخمسة، السالب 5 مع الموجب 5 يبقى هيدينا 2 س. الإجابة رقم ج. ناخد سؤال كمان، بيقول لي إذا كان د س تساوي 3 زائد س على 3 ناقص مقياس الس، فإن مجال، المجال يعني إيه؟ يعني أصفار، أجيب أصفار المقام، يبقى 3 ناقص مقياس الس ده بيساوي الصفر، يبقى مقياس الس ده بيساوي 3 أربع، يبقى الس تربيعها يساوي 9، بمعنى أن الس تساوي زائد أو ناقص الإيه؟ زائد أو ناقص التلاتة، يبقى المجال ده بيساوي ح ناقص أصفار المقام اللي هي إيه؟ 3 وسالب 3، ح ناقص 3 وسالب 3. الإجابة رقم ب. مثال كمان، طيب هنا د من ح لح، د س تساوي س في مقياس الس، أي من الأشكال؟ طيب خلينا نشوف د س دي، يبقى أنا عندي د س دي إما هتساوي إيه؟ إما هتساوي السين ده لما تبقى موجب يبقى سين تربيع، لما السين أكبر من إيه؟ أكبر من الصفر، وهتساوي سالب سين تربيع لما السين أقل من الصفر، خليها أكبر من أو تساوي مثلا، معايا؟ طيب السين تربيع أنا عارف لما السين أكبر من الصفر دي إيه؟ حتى عوض، عوض، خد من عند الصفر كده خد واحد، يبقى يديني واحد هنا، أدي واحد أهو أعطاني واحد، اتنين هيديني أربعة، تلاتة يديني 9 وهكذا، يبقى الرسمة بتاعتي كده مظبوط، يبقى ده ايه؟ الجزء الاولاني بيترسم كده. طيب الجزء التاني،
خلينا نشوف عوض هنا بقى ديت اقل من الصفر، يعني خد بسالب واحد، سالب واحد يعني هيديني ايه؟ سالب واحد، ادي سالب واحد هيديني سالب واحد هنا معايا. طيب سالب اتنين، ايوه هيديني سالب اربعه، يعني نفسها ديت بس في الاتجاه التاني، سالب اتنين هيديني سالب اربعه، سالب تلاته هيديني سالب تسعه، يعني هيديني ايه؟ هيديني بهذه الصوره، هتبقى بهذه الصوره. الاقرب هنا هتبقى ايه؟ هتبقى هذه الداله. يبقى انا برضو ما اتفلسفش في مثل هذه المسائل. انا عندي مقياس، يبقى افك المقياس الى دالتين وابدا اعوض بقيم. هو قال لي قيم اكبر من الصفر، احط قيم اكبر من الصفر واشوف هيديني الرسمه اي شكلها. ادي واحد اعطاني واحد، اتنين اعطاني اربعه، ثلاثه اعطاني، يبقى ماشيه كده الداله، يبقى الداله بتاعتي ماشيه كده على طول. طيب هنا لما عوض اقل من الصفر، سالب واحد اعطاني سالب واحد هنا، هيبقى خلاص واحد، يبقى الاشاره سالب، يبقى هيديني سالب واحد، اتنين هيديني سالب اربعه، تلاته هيديني، يبقى هيديني نفس الايه؟ نفس يبقى هذه الداله. المثال كمان بيقول اذا كان س اس 2 على التلاته يساوي ديت اربعه، يعني 2 اس 2 يبقى 2 اس 2 على التلاته. هنا الأس بيساوي الأس، خلاص الأس بيساوي الأس، قيمة هي قيمة مباشرة، خلاص يبقى الأساس بيساوي الأساس. بس هنا الأس إيه؟ زوجي ولا فردي؟ هنا الأس زوجي، قيمة زوجية، طالما في البسط عدد زوجي يبقى الأس زوجي على طول. الأس زوجي بمعنى أن الألف يساوي الزائد أو ناقص الباء، السين تساوي زائد أو ناقص الاثنين، الإجابة رقم ألف. واضحة ديت؟ يبقى حكاية إيه؟ لما الأس بيساوي الأس، لا كلمة الأساس يساوي الأساس فيها التلات إيه؟ التلات حالات اللي أنا ذكرتهم، لكن لازم تحفظهم، لازم تعرفهم بشكل كبير. يبقى في الاول بشوف الاساس فردي ولا الاس زوجي ولا فردي. لو فردي يبقى الاساس يساوي الاساس على طول، لو زوجي يبقى الاساس يساوي السين تساوي زائد او ناقص القيمه الثانيه اللي هي الاثنين. خلاص كده، خلاص يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا بفضل الله انهينا الجزء الاول من النموذج الثاني. يا ريت المسائل اللي انا حليتها ديت تقف مع نفسك كده وتحلها معايا مره ثانيه، ولو قدرت تحلها لوحدك انت بقى في ورقه كده وتروش نفسك فيها يبقى ممتاز جدا جدا. اتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.